شوف حجي، أنا حريص على الكلام اللي أقوله، وأي كلمة نتفق عليها ما أحب بعدين يصير لها ألف معنى. غريو، لا ما عليك كيفك وياي، أنا ما مختلف وياك، هذا السوق. إذا ما نضخ البضاعة اللي نشتغلها برا، صدقني السوق راح يغرق بالبضاعة المهربة. على هالأساس تعاملت ويا الحوت. طبعاً تعاملت وياه مو حتى أضرك أبداً. أنت تعرف أنا أغلب وقتي خارج العراق، وما أعرف شنو طبيعة العلاقة اللي بينك وبين الحوت. الحوت كان واجهة عندي، عرض للبضاعة، بس سبحان الله أول ما قرر يقلب علي صفيته وطقيته برمشة عين. تعرف على مود شنو؟ كلمة. غليون، أنت علم وتاج راس، حتى ناسنا البرة يحسبوا لك ألف حساب. الفات مات، سوء فهم وعدة، غير احنا ولد اليوم. خلي أكون صريح وياك، أني أحب الوضوح بشغلي، وأهم شيء شغلي يمشي حتى أخذ حقي وأنت تأخذ حقك. حلو، وأنا راح أفتح وياك صفحة جديدة حجي، ومن أول الصفحة غليون. جايب لك كريستال ماكو بنقاوته بالعالم، تفضل شوف. نقاوة 94%. إذا حجيك طلع صحيح يعني هذا شغلك عالمي. بضاعة درجة أولى، بس السعر يختلف، لأن ربحه 3 أضعاف. وانت بالمفهومية، هذا مين باع لياهو تشان بس للذقال. ايه جربته. لا ده انا ليش قاعد وياك؟ بس انا ما رايده. شلون؟ رايد الطباخ. طباخ؟